العفو دكتور، في السؤال بازحة، يعني هذا المفروض يصير يعني تحت البلي فد قايد على كل البليات حتى ما تنزل بالفرد القايش؟ يعني هسه احنا اخذنا القايد بين بلي وبلي مو صحيح؟ بس احنا لو افضل نخلي بالاكسترود، يعني نطلع مسافة اكسترود وبعدين نعمل اكسترود على قطر البلي، ويكون البولي راسا ينزل على الاكسترود الاول على القاعده كل ستاندر. على مسار واحد، وايضا ما يرجع البولي اللي ورا يدخل في البليته. انا سويت لاحظ البليات كلها ماكو وراها شيء، يعني فلات. يعني هسه البولي من يفتر هسه من دفعه يرجع على البليته من الخلف، كله من دفعه يرجع على البليته الحين على القاعده. نعم تمام. إن شاء الله. ممنون دكتور.